معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي. يا كابتن حمد مشرف ومنور حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة كريم والله. الحمد لله. الأداء محترم، والإسماعيلي زي ما كنت لسه بقول يا كابتن حمد يتحسن يوم بعد يوم، مباراة بعد مباراة. حبيبي يا كريم والله الحمد لله، هو توفيق ربنا والله كريم، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله يعني يا رب تبقى النتائج كده على طول يا كريم، وتحسن النتائج نفسه يا كريم ده مهم جدا، ان هو بيدي واقعيه للعيبه انها تشتغل وتبقى عندها دوافع كبيره يا كريم بعد ما احنا استخدمنا بعض اللعيبه، فدي كانت حاجه مهمه جدا ان انت تعمل مباريات نتيجه ايجابيه علشان اللعيبه ديت يعني تبدا تبقى عندها ثقه وتقدر تشتغل الفتره اللي جايه ان شاء الله. اول المباراه كنتوا بتتبادلوا مع الزمالك الهجمات، وكان عندكم خطوره الى حد ما يعني في حدود منطقه جزاء الزمالك. الشوط الثاني كمان اول 5 دقائق لحد 10 دقائق كمان من الشوط الثاني كنتوا انتوا اللي ماسكين الكوره، واخطر كمان على الزمالك، وبعد كده تراجعتوا للخلف وامنتوا المناطق بشكل جيد جدا. تفكيركم في المباراه النهارده كان ماشي ازاي يا كابتن؟ لا، هو الشوط الاول شوط سجال جدا، كنت صح. ممكن انت تكسب وكان ممكن الزمالك برضو يخطف برضو فيها ماتش، لكن انت كان تقدر تخلص المباراه في الشوط الاول. الشوط الثاني طبعا المجهود اللي اللعيبه عملته وخبره اللعيبه كريم مع عدد الكبير جدا من لعيبه الزمالك اللي عندهم خبره خلى اللعيبه ترجع لورا شويه، تعمل هجمات صح. ممكن تقدر تخلص بيها المباراه، لكن انا بقول برضو الحمد لله كريم ان اللعيبه ديت خبرتها تقدر تتحمل الكلام ده ومجهود كبير جدا. عندك مباراتين ورا بعض، كان مباراه مجهود كبير جدا في ماتش سيراميكا، وبعدين تخش على الزمالك، والزمالك اول مباراه ليه بعد الصفقات اللي هو عملها ومجلس اداره، فاكيد عنده اندفاع ودوافع كبيره جدا، عايز يثبت للمدرب الجديد وعايز يثبت لجماهيره ان هو الفرقه بدات تتغير عنده، فهو ده اللي كان مدي لهم الدفاع مع المجهود الكبير اللي اللعيبه بتاعتنا عملته، طبعا اثر شويه طبعا فخلانا نرجع لورا شويه، وده امر طبيعي جدا يا كريم في الكوره. طيب انا في لاعب تحديدا، كل اللعيبه الاسماعيلي النهارده معظمهم يعني تالق في هذه المواجهه، بس في لعيب من المباراه الماضيه لفت الانظار جدا، يعني عارف ان هو بيلعب بقاله فتره، بقاله كم مباراة يعني، بس لعيب مميز جدا هو نادر فرج. يا كابتن حمد ايه حكاية نادر فرج، ازاي تم والله انت عارف طبعا الكابتن ايهاب لما بيجي يختار اللعيبه فبيبقى عنده كده، عارف في واحد عينه كده بتجيب الكلام دوت صح، واللعيبه دي بتبقى موجوده في النادي بقى لها فتره. السنه اللي فاتت كانوا موجودين بس ما كانش حد بيبص عليهم ومحدش بيشوفهم صح. مع خد انت بتتكلم في فرقه الاسماعيلي يا كريم، اتغيرت حوالي 75% من عن السيزون اللي فات، مزبوط. منهم بقى اياد العسقلان اللي مشي وما كانش حد برضه السنه اللي فاتت كان موجود وما حدش كان شايفه، وهو اللي جاب لنا رقم كبير جدا، فك القيد مع ياو انور، مع يعني نادر فرج، مع كذا حد يعني يا كريم صح. مع يعني فالفرقه متغيره 75%، لكن مهم ان انت العين تبقى شايف وقادر تقرر انك انت تلاعب ده فين وتحط ده فين وامتى هتحطه وامتى هتلاعبه، فكل الكلام دوت مهم. هو كابتن حمد، كابتن حمد نادر فرج اصلا مش مهاجم صح؟ لا هو اصلا كان مهاجم واحنا جايبينه من قطاع ناشئين مهاجم بيلعب، واحنا بقى بدانا ايه، كابتن ايهاب طبعا كان بيبص عليه في كذا حاجه، كان بيلعب طرف وبعدين بدا ندخله في حاجه يلعب من تحت برضو على ناحيه اليمين شويه ماتش ولا ماتشين وجربنا، لكن جت بقى الفكره ان انت يعني ما عندكش حد والعدد ناقص، فانت محتاج في الحته دي حد يكون عنده سرعه، والولد بصراحه يعني مدي مردود كويس جدا، فربنا كريم بس يا كريم باذن الله وتمشي الامور بالشكل اللي احنا عايزينه. إيريك تراوري امتى هيدي معاكم نسخه مصر المقص؟ والله يعني بص يعني كتر الف خيره، انا بقول ان إيريك بقاله اكتر من سنه كريم ما لعبش مباراه رسمي، فمع ان انت برضو قله ما كانش بيتمرن مع الكلام ده كله فدوت برضو مدي يعني، لكن بيعمل مجهود كبير جدا يا كريم، يعني مباراه سيراميكا اكتر واحد في الملعب جاري 14 كيلو وده رقم كبير جدا، لكن المنتج في الكوره نفسه هو ده اللي احنا لسه مش راضيين عنه. ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله إيريك انت عارف لو بدا ان شاء الله بس يدخل في الحمل ويدخل في شغل الكوره هيبقى مختلف وهيفيد الفرقه بشكل كبير جدا، لكن وهو بالطريقه دي يا كريم برضو عنده واقف موقف دفاعي جيد جدا، بيساعد اللعيبه في الملعب في المواقف الدفاعيه،
لكن لسه الكوره اللي احنا واخدين على ايريك فيها لسه ما وصل، يعني لسه ما عملش الحاجه اللي احنا منتظرها. حاتم سكر هديه حلوه من الزمالك بصراحه، يعني متالق متالق جدا مع الاسماعيلي في والله لعيب يعني بشكل كويس، بس يعني عايزين منه برضو اكتر من كده ان شاء الله. ولسه برضو انت عارف يا كريم هو ما اشتغلش معانا وحدات تدريب كتير، ففي حاجات برضو في الملعب لازم هتبقى مطلوبه ان انت تعملها، انت هتطلع وانت تدخل وانت تقف وانت تغطي على الناس وانت تساعد الناس قدام وانت تساعد الناس ورا، الكلام ده كله يا كريم بياخد وقت معانا في الشغل عندنا، لانك بتبقى انت حاطط اللعيب تحت تركيز ذهني كبير جدا، لان احنا بنحاول نخلي الكوره معانا اطول فتره ممكنه، فده بيبقى واخد من تركيز اللعيبه فترات كبيره. عظيم ان شاء الله احنا كلهم يعني ان شاء الله، لكن اللعيبه كلها احمد الشيخ هنشوفه امتى يا كابتن حمد؟ والله قدامه ان شاء الله يعني ان شاء الله اسبوع كده باذن الله ويبدا بقى يشتغل معانا في الملعب وان شاء الله يبقى قريب معانا. طيب ان شاء الله كابتن حمد اخر سؤال، انت مع الكابتن ايهاب جلال الكره اللي على الارض، الكره اللي فيها بنا من تحت والشغل الفني الحلو كده، الكره اللي بنشوفها كره اوروبيه مع الكابتن ايهاب جلال، ملعب الاسماعيلي في مشاكل كبيره جدا يا كابتن حمد، وانا وانا بفرج على المباراه النهارده قبل ما المنافسين هيتضرروا اكيد الاسماعيلي نفسه هيتضرر، هل طلبتوا بتعديل ارضيه الملعب؟ والله يا كريم احنا طالبين الكلام ده بقالنا فتره. وحتى الباشمهندس نصر والناس يعني تحت الدراسه الكلام دوت، لان تغيير ارضيه الملعب هتبقى محتاجه وقت كبير، فانت يعني انا بقول لك في يعني انا بقول لك باشمهندس نصر نفسه بمجلس الاداره كله الناس وكابتن ايهاب طلب الكلام دوت، لان باين ان احنا بس بقالنا فتره انت يعني بقالنا فتره ما طيرناش نفس النجيله نفسها وديت فيها مشكله، لكن بيعملوا مجهود والله الناس اللي شغاله فيها كريم، وان شاء الله باذن الله تتظبط باذن الله كريم الفتره ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب